أكد الجبير أنه إذا لم يتم الضغط على نظام الأسد فلن يكون هناك حل سياسي للحرب، مشددا على ضرورة تحمل النظام مسؤولية المأساة في سوريا. أود في البداية أن أعبر عن إدانة بلادي لكل الأعمال الإرهابية التي حدثت في الدول العربية الشقيقة مصر وتونس والأردن والصومال. أود أن أضم صوتي لأصوات أشقائي أصحاب المعالي الذين تحدثوا قبلي، وأؤكد على أهمية أن يتحمل النظام السوري مسؤولية المأساة في سوريا، حيث أن هو الذي وجه جيشه والذي كنا كلنا كعرب نفتخر فيه في الدفاع عن العروبة، وجه هذا الجيش لقتل الشعب السوري الشقيق. كما أن النظام هو الذي رفض الدخول في أي مفاوضات جادة واستمر في قتل شعبه، وهو الذي أدخل المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية إلى سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني. السؤال ليس كيف نصل لحل سياسي، الكل يريد ذلك. السؤال كيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية. الحديث كثير والعمل قليل. إذا لم نستطيع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري فلن نستطيع الوصول لحل سياسي، وسيستمر التشرد والتشريد والقتل والظلم في سوريا الشقيقة، وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري.